السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا وضعية الدول العربية في يعني مجابهة مشكل الجفاف، ما هي الحلول، ومن بين الحلول هذه في حل يعني في اللجوء إلى تحلية مياه البحر. إذا نشوف ترتيب تاع الدول العربية في ما يخص عدد المحطات نتاع تحلية مياه البحر، هنا عدد المحطات، وكذلك نشوف الحجم نتاع المياه المحلات بالمتر المكعب. وهنا نشوف انه السعودية هي في المرتبة الأولى ب 33 محطة لتحلية مياه البحر، و 2.3 مليار متر مكعب. إذا هي في المرتبة الأولى، وتأتي الإمارات العربية المتحدة ب 70 محطة و 1.7 مليار متر مكعب، وثم تأتي مباشرة في المرتبة الثالثة الجزائر ب 15 محطة لتحلية مياه البحر و 750 مليون متر مكعب. وهنا بمناسبة نتذكر ما صرح به رئيس الجمهورية بأنه فيه المحطات اللي راهي قيد الأشغال حاليا سوف ترفع الإنتاج نتاع المياه المحلات إلى 1.5 مليون متر مكعب مع نهاية 2024، يعني العام المقبل سوف يرتفع الحجم نتاع المياه المحلات في الجزائر بعد ما تنتهي كل المشاريع اللي راهي قيد الأشغال حاليا إلى 1.5 مليار متر مكعب سنويا. إذا دائما نقارن مع مملكة 14 قرن هذه اللي صدعتنا بالكذب تاعها والدعاية المخزنية تاعها. توجور دائما وأبدا نحن في موقع الدفاع عن بلدنا وصد الهجمات الإعلامية نتاع هذه المملكة اللي يقولوا بلي الجزائر لا وجود لها، والجزائر سوف تنقسم وسوف تضمحل، وأن الجزائر هي صانعة فرنسا، وأن تاريخ الجزائر لا يوجد، وأن نصف الجزائر تابع للمغرب والنصف الآخر لتونس، أقحم حتى ليبيا، حتى الآبار البترول في حسين سعود قال لك ليبيا عندها حق فيها، وقال لك حتى الأزواد حق في نصف الجزائر الجنوبي. إذا هذه المملكة اللئيمة التي تتهجم على الجزائر يوميا، نحن نرد لها ونجابهها بالأرقام وبالحجج، ومشي بالكلام الفارغ والألوان. إذا نشوفوا مملكة 14 قرن أن عندها 147 مليون مقارنة بالجزائر اللي عندها 760 مليون، أي تقريب 5 إلى 6 مرات حجم نتاع المياه أكثر مما تنتجه هذه المملكة. اللي قال لك احنا نقارن أنفسنا عموديا لا نقارن أنفسنا أفقيا، هذا هو ما الشعب اللي يقارنوا أنفسهم عموديا. إذا احنا عارفين الميدان اللي هما هاربين فيه، احنا على بالنا به، على بالنا وش هو يعني المجالات اللي هما هاربين فيها. بدون ما باش ما نطيحوش الكلام، نبقى في المستوى نتاعنا، ما نذكروش هذيك المجالات اللي هما هاربين فيها وفاتوا تايلاند وفاتوا بزاف اخر في ميادين هذوك صح هاربين في علينا. المهم انه الحجم نتاع المياه المحلات في الجزائر هو 750 مليون، وتأتي في المرتبة الأخيرة هذه مع فلسطين، يعني مع فلسطين. إذا هذه المملكة اللئيمة هذه، إذا هذا هو. وكاين حاجة واحدة أخرى حبيت نأكد عليها، كان بعض الناس اللي قالوا باللي يعني من كثرة استعمال مياه البحر للتحلية على مياه البحر
سوف الكميات هذه تاع الملوحة في البحار سوف تقضي على يعني البيئة البحرية، لا فون سكون ابل لا فون، سوف تقضي عليها وسوف تضعف الثروة الحيوانية يعني الثروة السمكية في البحر، يعني يكون فيه تأثير سلبي. في هذا المجال لا يسعنا إلا أن نقارن أنفسنا الجزائر بدولة الإمارات ودولة العربية السعودية في هذا المجال، لأنه احنا التجربة تاعنا مازال ما عرفناش، مازال ما وصلناش حجم كبير مقارنة بالإمارات المتحدة. نشوف الإمارات المتحدة اللي عندها 1.7 مليار متر مكعب تحلية مياه، ولا السعودية، وناخذ التجارب من عندهم، لأنهم هما راحوا الكمية كبيرة نتاع التحلية. إذا عندهم، إذا كان المشكلة هذا راح يصرى، احنا نشوفوا التجارب اللي فاتونا اللي لحقوا 2.3 مليار متر مكعب، نشوفوا كيفاش جاب هو المشكل هذا نتاع يعني نتاع كثرة تحلية المياه البحر، وما هو الآثار ديالو على الساحل، يعني الثروة الحيوانية الثروة السمكية في الساحل نتاعهم، وناخذ التجربة من عندهم. إذن هذا هو لازم نتجه إلى كسب التجربة الاستشرافية، هي تعتبر استشرافية بالنسبة للجزائر، ناخذ التجربة تاع الدول اللي يعني دارت 70 محطة واللي دارت 33 محطة، باش نشوف واش التأثير هذايا، وكذلك لأخذ إجراءات لحماية البيئة البحرية، وهذا أمر مهم جدا. إذن هذا هو، نكتفي بهذا القدر، وللعلم أن هذا التقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، منظمة الفاو، وهي منظمة التغذية العالمية، وكذلك من منظمة الصحة العالمية، ونشرته جريدة تي ار تي العربي، يعني جريدة أظن تركية، يعني استنادا على تقارير من منظمة الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التغذية العالمية هي اللي نشرت هذا التقرير. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.